بيكو، انا ميرات السكري من تالر ذان بام تري. النهارده عايزه اكلمكم على موضوع قريب قوي من قلبي ويهمني قوي. عايزه اكلمكم عن ايه مرض الروماتويد. اللي يعرفوني وقريبين مني عارفين ان انا كان عندي روماتويد ارثرايتس وعانيت منه كذا سنه. الحمد لله انا احسن كتير من فضل ربنا ومن حاجات ليها دعوه بالطاقه اتعالجت بيها، بس مش دي الموضوع النهارده. الموضوع النهارده يعني ايه مريض روماتويد. يعني لما يصحى الصبح يبتدي يشيل هم الدنيا، لان اصلا عشان يشيل البطانيه من على جسمه او يزق حتى الملايه اللي تبان زي الهواء مشكله، لانه اصلا هيبتدي عايز يفتح حنفيه عشان يغسل وشه، واي حاجه مقفوله هتبقى صعبه جدا. ليه؟ لان اول حاجه بيهاجم المرض الروماتويد المفاصل الصغيره بس هنا، وبعدين بيبتدي يهاجم المناطق دي، فالواحد كل حاجه فيها حركه بالايدين بتبتدي تبقى صعبه جدا. هيدخل المطبخ عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يفتح علبة اللبن، صعبة جدا، شبه استحالة، شبه استحالة. عايز يفتح ازازة مية مقفولة كويس، عايز يفتح علبة تونة، عايز يعمل اي حاجة، مشكلة. وهنكمل اليوم بقى عن ايه مريض روماتويد. يعني لو ام مش هتعرف تشيل ابنها بسهولة، هتشيله بس صعب قوي وتقيل قوي عليها. لو ام او ست بيت مش هتعرف تشيل كيس، كل خطوة بالنسبة لمريض الروماتويد بيفكر فيها ويحسبها، بيفكر هيدوس الزرار ده ازاي، قوته قد ايه، هيزق الباب ده ازاي. انا عشت ده وبيصعب عليا لما بفكر فيه لان كان صعب قوي. كل حاجة ان اقشر خيارة كانت مشكلة، لان ما اقدرش اتحكم في سكينة، ما اقدرش امسك واعمل كده لان كانت هنا بيوجعني قوي. لو طفل بقى في مدرسة ممكن يوصل مش قادر يمسك القلم، ايديه تعمل كده، انا صوابعي كانت عامله كده، او مش قادر يلعب زي اصحابه، مش قادر يعمل حاجات كتيره جدا. فمش بس هو تعبان نفسيا جسديا، هو كمان تعبان نفسيا، هو ده مريض الروماتويد. اللي كمان ناس كتير قوي مش عارفينه عن الروماتويد انه مرض مكلف جدا، ادويته غاليه جدا، واكتر الناس الدواء مش كفايه بيضطروا ياخدوا حاجه اسمها بيولوجيكال تريتمنت، حقن وكده، وغاليه جدا، مكلفه جدا. حاجة كمان اللي بتحصل مع الروماتويد ان مفيش جمعيات كفاية او ناس كفاية دريانة بالمرض اصلا، ولو ان المرض ده اكتر من اعداد الناس اللي عندها لوكيميا، لكن مفيش كفاية رعاية له. فالناس دي ما بتلاقيش مساعدة في اماكن كتيرة جدا. ففي جمعية اسمها نور على نور، انا بساعد الجمعية دي لان هما بيساعدوا حتى من شغلهم مرضى الروماتويد، وعشان انا مريت بده انا عايزه اساعد الناس اللي عندهم الروماتويد. فانا بصراحه بدعمهم بعلمي ازاي نعالجهم نفسيا وازاي يساعدوا انفسهم بانفسهم، بحيث ان يبقى في ايدهم حاجه يقدروا يعملوها لنفسهم يرتاحوا شويه نفسيا، وطبعا ويرتاحوا مع نفسهم، وطبعا هم ممكن يرتاحوا كمان اكتر من نفسيا، ولكن احنا دلوقتي في النفسيا مع علاجهم العادي. فبس هو مش كفايه الدعم ده، هم محتاجين دعم مادي، ولان الفلوس محتاجينها كتير جدا. كمان الاعداد بتزيد في مصر، الاعداد مش قليله والاعداد بتتزايد. جمعيه نور على نور بتحاول قد ما تقدر انها تساعد الاعداد، بس اوقات بتضطر وبعياط ان يرفضوا ناس لان ما فيش امكانيه. وعشان نمسك مريض لازم نستمر على الدواء، ما ينفعش اديله جرعه واسيبه يبقى عملنا ايه، هو لازم يستمر. علميا المرض ده ملوش علاج والناس بتستمر على دواء لسنين، فبرضه هو محتاج ميزانية كبيرة. فاللي يقدر يساعد المرضى الروماتويد كل اللي عليه اللي يتصل بجمعية نور على نور ويديهم من قلبه، لأن هم فعلا فعلا من المرضى اللي منسيين، ولو إن هو مرض مش سهل قوي. أشكركم.